واخد منت يا الو انا راجو انا مش هفهم عربي كويس يو سبيك هندي انا مش فاهم انا من الهند يا الاستاذ جميل جمال هو في الحمام بيعمل ايه في الحمام بيركب خيل يا خفه سنكر التليفون يا رمه راجو يا تعالى في حد اتصل فيا بالتليفون اسمه جمعه المرايح واحد حدث تليفون دينجي انا مش فاهم انا مشغلك معايا عياء عشان يقولوا مشغل هندي يا مع اني بحترم الهند والله الهند صنعت القنبله الذريه يا بس احنا مسحناكوا بقى كيف احنا صنعنا الشيشه الكهربائيه عارفها ما شاء الله شيشه انت بتغني هندي انت تسمع هندي يا ريت ناهي ناهي من جماله ناهي قلبي جراله احلى اغنيه الاثار الحكيم بحبها والله يلا روح افتح الباب انا مش فاهم افتح زادور الباب ايوه الباب قول لي افتح بابا تقول لي زادور وما زادور تكنيل عارف كل حاجه والله يا ترى انت اتاخرت ليه يا جمعه يا ترى اتاخرت يا ايه ده مشغل عندك بكار الله العظيم نونس دارا ده مساء الخير انا جيت اعوذ بالله من الخبث والخبائث ايه يا جدع هو انت داخل الحمام حمام ايه تكالي قوم وموقف وانت بتكلمني تعال عايزه ايه بالظبط عاوز افهم انا جاي لك في امر مهم جدا ايه هو بصراحه قلت بدل ما انزل في الشارع قلت اطلع هنا تعمل لي فنجان قهوه وشيشه شيشه ايوه شبه شيشه بشرب شيشه ده انت ناقصه نون النسوه والله اعمل لها واحد قهوه مش فاهم انا فاهمه مندويه وياها مندويه وياها جروجك يا درومي ريري ريري دوري ريري يا دريت دين بروندك واحد قهوه ايه الريحه ده انت ثقافتك صرف صحي خالص تعال عايزه ايه تعال عايزه ايه بقولك اتكلمي انتي تعال ده انا هقولك على حته دين مفاجاه هتتشقلط على وشك من هول المفاجاه يا سلام انت عندك مفاجات انت والله العظيم ده طب بقولك على المفاجاه هتتشقلط على وشك ايه هي المفاجاه انا سمعت الخطه الدنيئه اللي بينك وبين جمعه عليك ايه اللي عرفتيه بيني عرفت كل حاجه وعرفت كل حاجه اولا هقتلك ليه تفرح راندو على شريف ثانيا انت بهبلك هتموت شهيد حبها ثالثا جمعه المريح هيفضل بقى مريح طول عمره بعد ما يورثك من ساسك لراسك ايه ده انت بتتصنطي عليا ولا ايه لو والله عظيم تتعبت يا استاذ جميل وكنت قاعد على مكتبي عادي يعني كان في خير شري وبشتغل الشغل اللي انت قلت لي عليه واذا بيه سمعت بقى كل حاجه وانت بتقول له على الفرح ويموتك ازاي وسيكو سيكو ايه سيكو سيكو يعني كل حاجه من الاخر انت عايزه ايه عايزه حقي حقك انا استحملتك 3 سنين وربع شغاله عندك مرمطون يا جدع في المحطه وقفل التكييف ولع التكييف واطفي اللمبه الحمراء وولع اللمبه الحمراء وعمرك مره واحده في حياتك ما ولعت لي اللمبه الحمراء ما انت ما صبرتيش كنت هولع لك نار حمراء ارميكي فيها فوكو وعريخه يا عبخ يا ساتر ابني وريري ايه ده فين الشريط اللي معاكي؟ معايا يا حبيبي انت بتتزرزر عليا ليه؟ هات الشريط اتفضل الشريط اهو اوه يكون الشريط ده في نسخة منه تانية ولا كلمة تطلع منه كده ولا كده اتبحك يا انغام لا جيمي اوعى تظن فيا هذا الظن انا مش واطية انت الوطيان نفسه الله يحفظك تحب احلف لك؟ احلفي احلف بسماها وبضربها احلف من جوه وبضربها احلف بالبصحة وبالبصحة حكايتك انت راحة ايلات ولا ايه؟ ما انت عشان تصدقني ساعتين اتنين هغيبهم عنك يا جميل يا جمال وجمعة المريح جاي لك في السكة وانا راجعة يا حبيب قلبي هجيب بقى معايا مجموعة عقود قد كده عقود الفيديو كليب وعقود السينما وعقود المسلسلات وعقود الاغاني ده انت داخله على محشي بقى محشي ان كان عاجبك ولو ما نفذتش اللي انا بقول لك عليه ده بحذافيره يا جميل يا جمال اقسم بالله فضيحتك هتبقى بجلاجل في جميع الجرايد الصفراء يا استاذ جميل اقول على المحطه بتاعتكم ان انتوا نصابين وحراميه وانت مش فرحان لي قوي بالشريط اللي معاك انا معايا بقى 10 نسخ من الشريط ده تعالي تعالي يخرب بيتك دي بتشتغل في المخابرات في الدبليو سي 100% الله يا ترى انت فين يا جمعه؟ قول له بس الاستاذ جمعه عايز يقابلك من بره. ما انتش داخل يعني ما انتش يا عم سيبني بس اخش الله يبارك لك اوعى. يوه تصدق وتم بالله انا غلطان ان انا اساسا دخلت لك.
انت جاي من المشامه ازاي؟ لا بسيبنا سعاده البيت عشان انا جاي من البلد والله يا ربنا يعلم بيا. ايه ربنا يعلمك في ايه؟ ما رحت البلد بقى اعمل ايه؟ اللي يوديك البلد؟ رحت الم شويه المتعلقات اللي ليا علشان اجي اقعد معاك لحد ما ننفذ الخطه. ايه المتعلقات دي؟ متعلقات كتب التاريخ يا سعاده الباشا، ما بعرفش اعيش من غيرها، ما بيجيليش نوم غير لما نقرا لي فصل من فصول التاريخ كده. يا سلام. امال ايه يا بيه؟ ابن خلدون حضرتك. لا ده انا ابن عمك وهعجبك قوي ان شاء الله. وايه الزفت اللي انت جاي؟ لا ما تقولش عليهم زفت، دي كتب التاريخ كلها يا سعاده الباشا، التاريخ كله فجر الضمير لبريستد، وعندك كمان استنى ده انا هوري لك حاجات حلوه، ده انت هتنبسط قوي. بص تاريخ مصر بالظبط. بالاخر ما بفهمش في الكاريكاتير. كاريكاتير ايه بس يا بيه؟ دي كتب تاريخ. ايه اللي جابها؟ كتاب الاسود ده. ده كتاب انا بالفه، كنت محتاج نشر ينشره لي، ربنا يكرمني بقى وانا اللي انشره بعد كده. يا سلام. ده بيقول ايه ده؟ بيقول كل ما قام به العرب من افعال تجاه الجرائم الصهيونيه. اقول لك ايه؟ ما تكلمش في السياسه. خلاص ده مش سياسه يا بيه، ده تاريخ يا بيه. انا ما بحبش السياسه. حاضر يا باشا. قول لي اللي حصل بالظبط. رحت الم شويه المتعلقات اللي ليا ديت، وقاعد كده مبسوط وبنقرا في الكتاب، دخل عليا الحاج ورده صاحب البيت. قال لي يا تدفع الايجار المتاخر عليك يا تطرد بالبيجامه اللي عليك. ايوه بعدين؟ كلمه مني كلمه منه طردني يا سعاده البيت. وبعدين؟ قلت بقى عيب بقى اجل سيادتك بالبيجامه، معقوله ينفع كده؟ رحت بايت في المدرسه، لما بيطردني بروح ابيت في المدرسه في ثالثه خامس كده. بنط من على سور المدرسه الساعه 2 بالليل، الاقي لك النظر وقف لي في الخرزانه كده، بالحوش بالخرزانه كده اهو. انت ايه يا ابني؟ ايه هتكذب عليا؟ في ناظر يقف في المدرسه الساعه 2 بالليل بالخرزانة. ايوه ما هو لما بيطرد من مراته بيبات في ثالثه رابع ورا مني كده اهو. المهم ايه الحق؟ قال لي نط من سور المدرسه تاني وما اشوفش وشك لمده اسبوعين. شكل كده سعاده البيت رفدت من المدرسه، وما بقاش ليا بيت لمني ولا بقى ليا شغل. ايه هو التفاعل يا ولد؟ شالت وحطت. انت بتعيط ليه؟ بتعيط ليه يا اخي؟ بعيط على حظي الاسود وبخت الوحش. ده انت حظك كويس يا اخي، انت يوم الخميس الجاي الساعه 9 ان شاء الله هتبقى مليونير ان شاء الله، وهتورث كل الحاجه اللي حواليك دي. طب انا بس عايز اسالك سؤال بس، ما تفهمنيش غلط. بس مش هفهمك. لا مؤاخذه، هو ده القصر اللي انا هعيش فيه؟ ده بتاعك يا ابني. انا هعيش في القصر ده بتاعي دلوقتي؟ بتاعك ده. انا ده انا ده انا هعيش في متحف يا ناس، مش في قصر. بتاعك بتاعك. ايه الجمال اللي انا فيه ده؟ والبنت المجنونه اللي كانت بتحب كانت شافت العز اللي انت فيه ده كله، ومع ذلك سابتك وراحت للواد المشخصاتي. للاسف ده اللي حصل. يا عم احسن خير ليها ولينا والله. شايف السجاده اللي انت واقف عليها دي يا ولد؟ اوعى تقول لي انها بتطير. بتطير ايه؟ انت عارف دي بكام؟ بكام؟ مليون دولار. ايه مالك؟ وسايبنا نمشي عليها من الصبح نوسخها كده؟ ولا لك منك هتموت، عايز تبوظ لي الحاجه قبل ما تخلع. الحاجات دي كده تتلف بقيمتها في كيسه بلاستيك، واول ما يجي ضيوف تتفرش بنظافه كده. شوف افرجها كويس. ما هو افرجها إيه كويس. ايه يا مالك؟ انت عارف السجاده دي؟ ايه مالك؟ دي فيها ميزه. ميزه ايه؟ كل ما يداس عليها، كل ما تقدم، كل ما تغلى في الثمن. والله العظيم. امال؟ يعني دي كل ما يداس عليها كل ما تمنها يبقى. امال؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ سيبني بقى، سيبني اغليها لك شويه كده على حسبة. مش بالجزمه دي، دي جزمه تمشي بيها على الترعه. خلاص ليكي رؤى، ليكي رؤى يا بيضه، ليكي رؤى. وانت كمان ليك مفاجاه عندي. والنبي كفايه مفاجات، انا مش مستحملها. لا مفاجاه عظيمه. خد ايه؟ دفتر شيكات. فتحت لي حساب في البنك؟ طبعا. مش هتبقى مليونير؟ بكام؟ 100 جنيه. الحمد لله. الحساب اللي فتحته بكام؟ 100 جنيه انت اطرش؟ انت رحت هزيت لك لحد البنك عشان تفتح لي حساب ب 100 جنيه؟ انت متحلف يا ولد. اي واحد يروح يفتح حساب جديد في البنك يفتحه باي مبلغ. والله المهم ان الملايين اللي انت هتورثها دي كلها هتدخل اوتوماتيك على حسابك. انت عامل حساب قصدك كده بروع عتب يعني؟ على اساس يعني الثروه تلاقي ايه رصيد تخش له من غير اي وسيط. اهم شيء تعمله بقى الفورمه. ايه الفورمه دي؟ فورمه الفورمه التوقيع الامضاء. الامضاء؟ ايوه. امال انت عايز امضه بنوك بقى؟ ها طبعا. امال ازاي الامضه بتاعت الاستماره ام 50 جنيه بتاعت المدرسه؟ لا 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 اخلع من حياتي. خد بالك بقى، هعمل لك امضه تشرفك. أيوة. في البنك. خد بالك من الكتف ده عشان ده كتف البنوك. نبي انا عامل لك حته دين توقيع. أيوة. نبي قول لي ايه رايك في الفورمه ديت؟ دي تشرف فرد الشبشب قذره. ايه ده وحشه دي؟ معقول يا راجل؟ انت لازم تعمل امضه وتوقيع ما يفهموش غيرك انت واللي في البنك بس. سينيه. سينيه. قول لي كده من الصبح، قول لي عايز امضى سينيه. امال يعني ما حدش يهرشها خالص. لما تبصش انت بقى. لما ليه ده اللي معلش لا مؤاخذه عشان دي ليها رسمه معينه. دي فكرتي يا ابني. معلش ما حدش ضمن الموت من الحياه تروح تسحب فلوس من ورا. يا عم ابعد عني شويه. الله الله الله. طب ايه اللي هناك ده؟ ايه اللي هناك؟ فيه ايه؟ ايوه فيه. ايه رايك في الفرنه دي؟ اهي دي بالذات انت ما تعرفش تقلدها بقى. ليه؟ وما حدش هتعرف تجيبها برضه. الواد مليونير. بقيت مليونير. بقيت سلطة وبقى. بقيت مليونير يا ناس. كل حاجة. بقيت صاحب سلطة وصاحب قصر وعندي عربيات ورصيد في البنك. لسه لي حاجة واحدة بس. ايه هي؟ أذل كل من زلوني في البلد دي. زلهم من حقك. كل من ساهم في إذلالك يا جمعة يا مريح آن الأوان كي يذل الآن. حقك. كل من ساهم في إذلالك يا جمعة في كفر الشهداء آن الأوان كي يذل. زله. أنا داخل على منعطف تاريخي. ما أنا عارف. وعايزك تقف جنبي. حاضر. عندك تليفون مباشر؟
طبعا دايركت طبعا يعني في 048 في زيرو كل الارقام انا داخل على منعطف تاريخي ايوه من عارف وعايزك تقف جنبي أيوة. كل من ساهم في اذلالك يا جمعه يا مريح ان الاوان كي يذل الان وهي كلمه واحده هقولها لك قول لي ايه هي انا داخل على منعطف تاريخي انت داخل عليا اوعى فين التليفون ايه هتعمل ايه هو ده انا هكلم البلد بلد والله لا اكلم كفر الشهداء كله ايه هتكلم مين الاول اكلم الحاج ورده صاحب البيت اه كلمني اللي طردني بالبيجامه الو أيوة. سنترال كفر الشهداء اديني خميس بتاع المجيره ازيك يا خميس اديني ابراهيم بتاع الكاوتش ازيك يا ابراهيم اديني سعيد بتاع اللب ازيك يا سعيد اديني علي العجلاتي ازيك يا علي اديني سوبر ماركت ام عين يا ام عين حط التليفون في السبت وابعت لي الحاج ورده عايز اكلمه الحاج ورده على التليفون ماشي ماشي الحاج ورده جاي على التليفون طيب يا اخي اوعى ترجع في كلامك ارجع في كلام انسان انا داخل على منعطف تاريخي ما انت قايل لي الو يا ورده انا جمعه المريح ايوه انا جمعه يا حيواني يا جزمه وانت لسه شفت تهزيق ولا قله ادب جاي لك يوم السبت اشتري الارض اللي جنب المدرسه واعمل كده عماره كبيره 7 ادوار اسمع بقى يا ورده اربع الو الو الله هو لما التليفون يعمل تيت 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 ده يبقى الخط قطع؟ لا 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 يبقى افرز سكه في وشك في وش انا؟ ايوه هكلم اللي احسن منه مين هو اللي احسن منه؟ ناظر المدرسه كلمه رحمه ام كل اللي زلني في البلد لازم الو سنترال كفر الشهداء اديني خميس بتاع المجيره ازيك يا خميس؟ اديني ابراهيم بتاع الكاوتش ازيك يا ابراهيم؟ اديني علي العجلات ازيك يا علي؟ اكلم سعيد بتاع اللب ازيك يا سعيد؟ اديني سوبر ماركت ام عين يا ام عين حط التليفون في السبت العيد وابعت لي الحاج ورده يوديني الناظر هكلمه النظر على التليفون ماشي ماشي النظر على التليفون طيب يا اخي نبي وهترجع في كلامك الو انا داخل على منعطف تاريخي الو حضره الناظر انا جمعه المريح مدرس التاريخ اللي عندك ايوه انا جمعه المريح يا قفا وانت لسه شفت تهزيق ولا قله ادب جاي لك يوم السبت اشتري الارض اللي جنب المدرسه واعمل مدرسه نموذجيه عشان هوريك التعليم اللي على اصوله عايز تشتغل عندي ان شاء الله هشغلك عندي جرس ان شاء الله وانت تعمل ترلينك وانت لسه شفت تهزيق ولا قله ادب يا بتاع الدروس الخصوصيه اللي عامل صور شاكيره في حوش المدرسه كلها اسمع يا حضره الناظر جمعه المريح بيقولها لا الو الو الله هو لما التليفون يعمل تيت تيت وبعد منه تفه ده يبقى ايه يا مؤاخذه يبقى راخر قفل السكه في وشك في وش انا ايوه هكلم الاكبر منه مين هو الاكبر منه الشريف الاكبر اكلم الاكبر منه مدير المنطقه الاكبر منه مين هو الو سترال كفر الشهداء اديني خميس بتاع المجيره ازيك يا خميس ادخل على ام عيد على طول يا ام عيد حط التليفون في السبت ابعت لي الحاجه ورده وابعتي ايوه هكلم مكتب الوزير الو الو هو لما التليفون يعمل تيت تيت وبعد منه أمن دولة ده يبقى إيه لا مؤاخذة؟ يبقى لبسوك قضية يا حبيبي مين ده اللي لبس قضية؟ أنت لبس قضية في دولة في التليفون؟ ليه؟ يعني بيديني أمريكا؟ ليه عايز أكلم أمريكا؟ ورحمة أمي لو أوريك مين عنه؟ ألو سنترال كفر الشهداء؟ اديني البيت الأبيض الله يخليه البيت الابيض على التليفون البيت الابيض على التليفون ايوه مش صغير ايوه سعادتك انا ايه ده ايوه مش صغيره مش صغيره بعدين مش صغيره ولد ايوه سعاده الباشا ابن عمي معايا اصلا انا ايه ده الو ايوه سعاده الباشا انا جمعه المريح انا ايه ده الو 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 ايه ده سمعت ازيز طيارات بعدها ايه رايك انت وصلت للبيت الابيض يعني وصلت انا بقيت باور خلاص مال باور بس كده عندك سيكه عندك سيكه كوكا يا ويكا ده عصام كاريكا لا يا راجل هو والله بتاع الشنكوت اللي يكون كداب ابو لما ويشاغل في بنات الجماعة يبقى الواد ده ايه تموتوا في الهيصه انت لا يا رب ده خدام هندي تبعك يا رب ده تبعك هندي ده اساسا كان طفايه سجاير وانا قلبت كويس قوي 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 ده تبع الورث ده بتاعك ملكك هو يشرب تشرب حاجه نعم تشرب حاجه بيقول ده بيتكلم عربي ده لبلب تعالى لا ان شاء الله نتفاهم مع بعض نتفاهم معايا يا رب انا عاجبني اليونيفورم بتاعك ده قوي بصراحه ثانك يو الله يعجبني قوي اليونيفورم ده ثانك يو سيبك من اللي فوق يا اللعب كله في اللي تحت دي هي عامله ليه كده مش فاهم انا عايز اشرب شاي والنبي يا شاي مش فاهم شاي مش فاهم يا هات شاي انا مش فاهم شويه ميه سخنه كده عليهم شويه شاي كده وبيتحط سكر شاي مش فاهم مش فاهم شاي لا مش فاهم طب حلم يا حلم انا مش فاهم مش فاهم مش فاهم حلمه يا طب حاجه موجوده عندكم يا تمر هندي
امر هندي. يلا قول لي مش فاهم. انا هندي وانت هندي. هوبا روبا. ايوه هوبا روبا دي مش فاهم. يلا امشي يلا احسن حد في القلم. بقول لك ايه احترم ده انت عارف ده بياخد 200 دولار في الشهر وانا هدفع 200 دولار يا استاذ جميل لواحد كده طول النهار مش فاهم يا راجل ده هيبقى سكرتيرك هيرد لك على المكالمات هيغسل لك هيكوي لك لا يابا انا بنعمل الحاجات دي بنفسي ولا عيال بياخد مني فلوس ولا استنى شويه هرد على التليفون بس ردش انت يا ولد يا نهار اسود لا يكون بوش اصل عنده اظهار رقم نعم يا اخويا عنده اظهار رقم ويتنج بيدفع 20 جنيه في الخدمتين انا هو بيتكلم منين من الدراسه العبيط قول له جمعه غير الكارت قول له جمعه غير الكارت اقول له مين الو ايوه انغام في ايه يا انغام عايز ايه بالظبط لا 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 هطلع اكلمك من فوق انا جاي معاك خد تعالى هنا يا ابو جيبه انت خد تعالى هنا اهو شغل اللوعه بقى والاستهبال بتاعك ده ما يلدش عليا ايه رايك بقى عارف لو كلمه مش فاهم دي سمعتها منك تاني انا هطردك بره القصر انت مالك وانت صاحب قصر انت ايوه انا صاحب القصر انا صاحب القصر باللي فيه ولو ما عجبتنيش هطردك ايه رايك انا امشي انت تعمل ايه في خدم وحشم كتير هنا في القصر في خدم وحشم غيرك كتير كتير بياخدوا فلوس كل واحد 200 دولار ليه على ايه يعني 200 دولار يعني يا طب بص انا هقول لك حاجه انت اتعرفت عليهم واحد واحد اللي يلد علينا ويعجبنا ونعرف انه بتاع شغل يقعد معانا اللي واخدها بقى كده عواله كده وشؤون اجتماعيه يشوف حاله في حته تانية خلاص خلاص انا ما عنديش عواله طيب انا انت هتفضل معايا بس ما تقوليش كلمه مش فاهم دي لا تاني لا كله فاهم فاهم اتفضل بقى عرفني عليهم واحد واحد وارسمني قدامهم يلا اتفضل ارسمني مين اللي عندنا دول واحد برعي ايوه بيشتغل ايه برعي ده الطباخ انا عايز طباخ بدل الفول والعدس اللي هاري صدري بقالي 30 سنه طباخ كده يعمل لي حته لحمه مشويه شويه شوربه كده بلسان عصفور يعني حاجه كده تقوت الواحد وتضره كده ماشي فين الطباخ الطباخ هيبقى معانا ان شاء الله يا فين الطباخ هو لا الطباخ الطباخ اللي هيطبخ لنا هو لا الطباخ اللي هيطبخ اكل الاكل لينا يعني هو لا ده البوتاجاز فين الطباخ هو ده ده الطباخ اللي هيطبخ لنا يا وده هيلحق يعمل لنا حاجه على الغدا ده واقف على غلوه يابا الله يبارك لك يا ليلى سودا يعني مش هعرف اكل ملوخيه في حياتي ليه ده يضيع في الشهقه النبي ده الطباخ والله والله هو بالطرطور اللي عليه يعني يا هو في حد تاني غيره ابو العيله اشتغل يا ابو العيله السكيورتي انا مش عايز غير سكيورتي سكيورتي كده علشان الواحد ما دام معاه قرشين لازم له حد يبقى ماشي معاه يحميه فين السكيورتي السكيورتي بتاعنا فين هو لا السكيورتي اللي هيحمي الفيلا لا مؤاخذه هو ده يعني اخر كلام اخر كلام ولا هم بعتوا لنا نموذج وبعد كده ننقي يعني يكون ده اللي في الكتالوج يعني ولا كتالوج هو ده ده اللي هيحرس الفيلا هو يحرس مصحف انتوا هتاخدوا الحراميه علينا والله العظيم اقعد كده تحت الحله وريني منظرك حط الحله عليه كده اشوفه بس بس كده عندنا بوتاجاز بفرن الحمد لله رب العالمين كان ناقصنا الفرن فكرنا ناخد اصل نور واقدم على غاز طبيعي ان شاء الله حاضر حاضر ما عندهم الغاز الطبيعي في حد تاني غيرهم اللي يحيى بيشتغل ايه يحيى السواق انا عايز سواق سواق يسوق بيا كده يوديني لحد المدرسه يروح فاتح لي قدام الناظر اروح نازل كده بكل الاطه اروح تافف على الناظر يروح هو فاتح لي الباب اللي ورا اروح راكب قدام الناظر يظهر الناظر اللي هيتف عليا يا جماعه فين السواق ده هو ده ده السواق يا اللي مش قادر يوصل طوله ده سواق هو انت يابا بتعمل 40 حادثه في الصفيحه ولا ايه مش فاهمه يا حول الله انت بتعرف تسوق يابا لا ما بتعرفش تسوق لا معاك رخصه لا يا ليلى سودا لا معاك رخصه ولا بتعرف تسوق لا امال بتسوق ازاي بالنيه الصافيه بالنيه الصافيه يعني تركب العربيه وتقول ناوي تحود العربيه تحود نبي ناوي ترجع مرشيدس تروح العربيه نط مننا كده اهو انت عايز تشلني انا ولا ايه ليه ايه العالم الكسر اللي انت جايبهم لي دول شغالين شغالين ايه وبتاع ايه انا قلت خدم وحشم هشوف كده موزز انجليزيات على فرنسويات على موزز اندونيسيات حاجه كده انما جايب لي خناشير وتقول لي انت عاوز ايه موزز يا هلا في موز طب ما تجيبها من الصبح في موز امن بالله انت عيل لئيم موزة والله العظيم الجيبه دي عامله لك حاجه في دماغك سوسو تدخل بسوسو من الصبح انت فين سوسو 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 اللي انت قلت لي هتجيبها فين سوسو دي سوسو سوسو دي سوسو ولا جوزها سوسو 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 يعني سوسو 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 دي بتشتغل ايه دادا بتردع في البوسنه والهرسك يعني ولا ايه تقف في البلكونه كده وتروح العيال بتردع من تحت ولا ايه مش فاهم دي ايوه دادا دادا بتاخد كام يا دادا وانت مالك بتشوح في وشي
مش هتعمر معايا. يعني ايه يا وليه انت بتتكلمي ازاي؟ انا اللي اقول لها ان انا صاحب القصر وانا هشتري القصر باللي فيه، ولو ما عرفتش بتاخدي كام هطردك. باخد 1000 يورو. 1000 يورو؟ ايوه يورو. مش معنى انت بتاخدي باليورو. هفطرك واغديك وكمان احميك. تحميني؟ ايوه احميك. حبيبي يا ابو اشرف، ده انا احمي عيلتك كلها. انت كنت بتحمي الاستاذ جميله بالتليفون. اقطع، ما تفكرنيش بلا نيله، هو ده اللي الحمق. اقفي جنب اخواتك، اقفي 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 جنب اخواتك. باين لك لسانك طويل ولا ايه؟ على فكره الناس ديت انا هنختبرهم في اختبار كده، لو ما عجبونيش هيمشي، لو مؤاخذه انا اللي هشتري القصر باللي فيه. السجاده ديت كل ما يداس عليها كل ما ثمنها بيزيد ويرتفع، كل واحد يمسك له طرطوفه ويقعد يرقصوا عليها كده لغايه ما ثمنها يوصل 2 مليون جنيه. يلا كله عيش معايا، 1 2 3 هوب. اه بس دول بتوع شغل بقى، دول بيهزروا. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ فين جمعه؟ ايه اللي انت عملته ده يا جمعه؟ يا عم سيبنا شغلهم بقى. شغل مين؟ اطلع اقعد منك لهم. وانت كمان اطلع يلا. الله اسكت بقى. في ايه يا بنت؟ هتزعل. لا ما تقوليش بقى. البنت انغام السكرتيره بتاعتي مالها؟ للاسف عرفت السر اللي بيني وبينك. يا سلام سوخه. خلاص خلاص انغام عرفت السر اللي بيني وبينك. خلاص وانا ما تلاقيش غير انغام، دي ما يتبلش في بقها فوله. وانت اللي قايل لي السر لو طلع بره اتنين ما يبقى السر، وجاي تقول لي الكلام ده امتى؟ دلوقتي؟ خلاص بعد ما نهيت علاقتي بالبلد كلها. وبعدين معاك؟ بعد ما نهيت علاقتي بالدنيا كلها. ما تقلقش، انا اتدمرت لا بقي ليا بيت ولا وظيفه. اتدمرت يا جماعه. انا اتصرفت يا اخي. اتصرفت ازاي؟ انا همشي يا عم، ماليش دعوه. سيب كل حاجه، هضربك لاول مره. انا مش فاهم. هقول لك ايه؟ انا عارف البت دي كويس. عارفها ازاي؟ غاويه شهره ولاسعه شويه ومجنونه وغاويه تمثيل. ففهمتها الاستاذ جمعه جمعه المريح اللي هو انت هتعمل لها فيلم، هتعمل لها مسلسل، هتعمل لها كام اعلان. يا عم انت بتدبسني ليه في حاجات انا مش فاهمها؟ يا اخي عشان ما تلسنش علينا. وانا مش عرفت انها مش هتلسن. عرفت يا اخي. بايه؟ احلام بسماها وبترابها. وانت صدقتها يا جميل، انا الموضوع ده مش مستريح له ومش عارف. يلا لحق تبلغ البوليس ولا ايه؟ يا نهار اسود. جموعي جمميع جمجم. ايه اللي جابك هنا؟ جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت. يا 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 يا, يا, يا. خد اخويا سمي كده ومضي على العقود دي. عقود ايه لا مؤاخذه؟ لا دي عقود الفيديو كليب والمسلسلات والاغاني والسينما والمسرح. 300,000 700,000 800,000 ايه المبالغ دي كلها؟ مش اجري بابا. كام كله على بعضه؟ على بعضه حوالي 2 مليون دولار بس كده. طب شوفي مين القفل اللي هيمضي لك لا مؤاخذه. انت القفل. وانا حمدي انا معايا حاجه عشان ولد. انت خلاص يا استاذ جميل، انت بتتحايل عليه ليه؟ كل واحد خليه حر في حياته. كل واحد انا حر. كمان بقى استثمر اللي عندي. اطلع بقى شريط الفيديو اللي انا مصوره لكم لما دخلتوا المكتب وقفلتوا على نفسكم الباب وولعتوا التكييفات. انا ما حطيتش غلط. امضي شيك ب 2 مليون دولار. يلا شيك ايه اللي ب 2 مليون دولار؟ طلع دفتر شيكاتهم دلوقتي. انت ما عندكش دم يا سعاده البيت. حطيت لي 100 جنيه في البنك وعايز نمضي شيكات بملايين، عايز تسجنني؟ انت مجنون ولا انا؟ يوم الخميس الجاي الساعه 9 هكون متوكل على الله. خلاص مت خلاص. امضي لها بتاريخ بعد كده بشهر شهرين ثلاثة. وافرض انت رجعت في كلامك بقى. ارجع ازاي وانا ميت؟ الله العظيم. حاضر يا سيدي والله. يلا يلا اكتب الشيء. انا نسيت الفرنة. يعني ايه مش والله نسيت ايه اللي هناك ده؟ ايه اللي هناك ده؟ ايوه افتكرتها اهي. اسمك ايه يا ست انت؟ انغام العربي حنون. اهو يا ست اتفضلي. شيكك اهو وحلي عن سمايا بقى وما تشغلنيش اكتر من كده. لا بس لو سمحت يا جموعي عايز اقول لك على موضوع سري بصراحة بيني وبينك قلقني شوية. موضوع ايه؟ لو سمحت تعالى. انا اول ما شفتك يا جمعه حبيتك وقلت انا لازم اتجوزك. يا لازم اتجوزك رديت ما رضيتش هتجوزك. هو تلاقيح جتت ولا ايه؟ اه تلاقيح جتت وجايبه لك الدبله اهي. دبله ايه اللي جايبها لك؟ لبسها الدبله. بقول اتفضل لبسها الدبله. خلاص يا سيدي هلبسها لها. انا هلبسك الدبله بروع عتب كده. ماشي. اول ما تيجي الثروه تاخد اللي يكفيك وكل حي يروح لحاله. حقا. ولا عايز اتجوز ولا اتنيل بس كده. خدنا ايام الجواز بلا نيله قطيعه. يا اختي ما كنتش عامله حسابي. عامله حسابها في ايه؟ يا اختي يا ماما. فيها يا بت انت؟ النباخه. فيها يا بت؟ تعبانه يا ابو خميس. تعبانه يا ابو خميس؟ تستعبطي عليا يا ست انت؟ بصني يا جوز. لا مش هبوس حد ما اعرفوش. انت ايه اللي بينك وبيني عشان ابوسك انا؟ يا ولادك يعني انا سعدت البنت انا زوجتك اهو. عايزين مني ايه تاني بقى اكتر من كده؟ مندوي هويها. ايه ده؟ كوكا كوكا توكا شوكا. بس يا ابني سيبني في حالي. اه يا دي الحوسه. ايه الهندي؟ سمع الخطة وعارف كل حاجة. ايه؟ الهندي؟ ايوه. اللي مش عارف أي حاجة طول النهار؟ ايوه. سمع الخطة اللي بيني وبين الأستاذ جميل؟ كلها. يا ليل طب وعايز ايه؟ سونا سونا تونا تونا يا الدلادي.
تونه تونه مش كتير شويه؟ لا 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 عايز إيه؟ 2 مليون دولار عشان يسكت وما يبلغش البوليس. ده انا بقيت اشتغاله ياما ولا ايه؟ مش ضمني انه مش هيبلغ البوليس. لا بيقول سرك هيفضل في فيل. في فيل؟ هو فريد السر جاب زلومة الفيل والفيل عطس الهند كلها تنط عند ام بكره هنا. انا خلاص انا الشيك ب 2 مليون دولار وانت خسران حاجه حتى طلع دفتر الشيكات. خلاص ما اول شيك طلع القلم. افتح الدفتر اهو يا بيه. امسك القلم. ايوه اتفضل يا سيدي. واحنا وانتوا ايه؟ احنا سمعنا الخطه. يلا ده دول العالم الثالث كلها هترزق من ورايا ان شاء الله. وطلبات سيادتك ايه؟ عايزين 4 مليون دولار وانا بابا باليورو. جمعه هيكتب شيكات باليورو. الثروه ضاعت قبل ما تيجي يامه.